لو أن أحدا منا عبد الله وأوصلته تلك العبادة إلى تقوى الله، ما هي الثمرة؟ ما هي الجوائز من الله؟ يكون في الدنيا من أولياء الرحمن. من كان لله تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا منهم. الله عز وجل هيأ هذه الجنة وأزلف هذه الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب.